ما عندناش كتير من ساعة ما تم إطلاق الأوبو اف 7، وهو احنا دلوقتي بنشوف تسريبات كتيرة وأخبار عن الأوبو اف 8. فايه هو الاف 8 وايه هي الحكاية؟ تعالوا بقى نشوف. أول حاجة نبدأ بيها الشاشة. الموبايل هيجي بحجم شاشة بحجم 6 بوصة بدقة كيو اتش دي بالأبعاد الجيدة 18 إلى 9، وكمان دي شاشة أوليد، وهي كمان معالج من شركة كوالكوم اللي هو الكوالكوم سناب دراجون 845. لكن التسريب ده انا مش متاكد منه قوي، عشان عمر ما كان سلسله الاف بتنزل باقوى واحسن معالج في السوق. بعتقد ان دوت تسريب ان دوت هتبقى النسخه اللي موجوده بره في الصين وفي البلدان التانية. اما بالنسبه للمعالج فاكيد هيبقى من شركه ميديا تك، لكن اقوى حاجه في ميديا تك او هيبقى على الاقل سناب دراجون من شركه اللي هو 660 الجديد اللي لسه نازل. بس نفكنا عن المعالج، اوبو لما تيجي تروج للموبايل او تيجي تنزل الموبايل او تعمل اعلان على الموبايل او اي تسريب على الموبايل بتيجي على الكاميرات، ما بتلاش ولا معالج ولا شاشة ولا أي حاجة، بتيجي على التصميم شوية، لكن أهم حاجة بالنسبة لها الكاميرات. طبعا الموبايل دوت بيجي كاميرا السيلفي المعروفة طبعا حلوة من أوبو، كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بكسل، تقدر تعمل بيها برضو نفس الحركات العزل وكده. لكن اللي بيميز الموبايل دوت إن هيجي بثلاث كاميرات من الخلف. في أول ما تشوف العنوان هتلاقي أوبو اف 8 بكاميرا 48 ميجا بكسل في الخلف، أو كاميرا 48 ميجا بكسل. سيبوني أقول لكم هي ليه 48 ميجا بكسل. أنت جمعت في تلات كاميرات مجموعهم 48 ميجا بكسل، كاميرتين 20 ميجا بكسل وكاميرا واحدة 8 ميجا بكسل. بقول الكاميرتين الأولانيين واحدة يا إما وايد أنجل يا إما ألوان عادية، والتانية هتبقى يا إما تليفوتو يا إما بلاك أند وايت، والأخيرة 8 ميجا بكسل على الأغلب ديت هي اللي هتكون تليفوتو. المهم هو ماشي بنفس السيمز الموجود بيها الواوي بي 20 برو، فعلى الأغلب بنفس الكاميرات نفس الفكرة بتاعت الكاميرات البي 20 برو. ودوت هيبقى أول موبايل يتم إطلاقه بيدعم تقنية ال 5G. مفيش أي موبايل لغاية دلوقتي نزل بيدعم ال 5G، وأصلا مفيش أي بلد لغاية دلوقتي بتدعم ال 5G غير بلدان تتعدى على صوابع الإيد الواحدة. الموبايل هيجي ببطارية ضخمة بحجم 4000 ملي أمبير، وهيجي بنسخة أندرويد 8.1، وكمان هيبقى مقاوم للماء والغبار. دوت أول موبايل من شركة أوبو يبقى مقاوم للماء والغبار IP68. وديت كل التسريبات من الفيديو دوت على الاوبو اف 8. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل شير لكل اصحابك، وتابعني على كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي انا كل ما اجي اقولها بتلخبط. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.